بما انه العمليه جهود ذاتيه وانتوا بتمولوا من عندكم، جميل. كريستين قولي لي بقى ايه الصعوبات والمشاكل، بما ان احنا يعني بلدنا حدث ولا حرج عن المشاكل، قولي لي شويه مشاكل كده صغيره من اللي بتقابلكم. من ناحية ايه بالظبط؟ عشان مشاكل كتير. يعني انت نقلنا اللي هو المشاكل الحلوه التقيله كده، على اساس انه الناس اللي قاعده في بيوتها، لو في مسؤولين دلوقتي النهارده الجمعه قاعدين في البيوت بيتفرجوا علينا، لو في حد يقدر يساعد في ده نحله يا ريت. هي المشكلة اللي بتقابلنا هي المشكلة المادية، لأن كلنا شباب وكلنا يعني حتى اللي بيشتغل يعني مش بيبقى مرتبه يعني بيبقى واو يعني بيبقى كله على قده، فكل واحد انتوا بتعملوا ده في وقت فراغكم طبعا، ولا يعني بتخلصوا الشغل وتبقوا بالظبط كده؟ بالظبط كده يعني، ده بيبقى بعد ما نخلص أشغالنا وكده فبنعمل الموضوع ده. طب يعني واحد بقى رقم واحد طبعا المشكله الماديه، انه ممكن محتاجين دعم مادي. طيب وده ممكن يخش يعني في اعتقد في بنود في وزاره الثقافه ممكن تساعدكم في الجزئيه دي، لكن انا بتكلم على كمان على المشاكل، ممكن نقول البيروقراطيه، ممكن نقول الروتين، ممكن نقول اكيد طبعا. يعني مثلا في المحافظه مثلا بنطالب مثلا احنا في حيطان كتير جدا مهمله، احنا معانا صوره الجداريه بالمناسبه نازله على الشاشه بنتكلم، في حيطان كتير جدا مهمله في محافظه القاهره، يا ريت المحافظه تخصص لنا حيطه ممكن نقدر نرسم عليها ونهديها للمحافظه. الحاجه الثانيه احنا كشباب ما عندناش مقر نتقابل فيه، فكنا احيانا نتقابل في مكتبه القاهره الكبرى نقدر نعمل فيها ندوه، فاحنا ما فيش مكان دائم لينا ممكن حد يتواصل لينا غير اللي عن طريق الفيسبوك. طيب احمد، عشان احنا اوريدي يعني وقتنا خلاص قرب يخلص، انا عايزك تقول لي في نقط 1 2 3 احنا محتاجين كذا ومن مين الهوا معاك. محتاجين من محافظة القاهرة تخصيص أماكن لينا نقدر نرسم فيها. واحد. من وزارة الثقافة دعم مادي للشباب دي من ماتيريال خامات حتى نقدر إن احنا نشتغل، احنا عندنا طاقة بس الخامات بتحجمنا، يعني الألوان الشاسيه القماش كده. بس محتاجين كل شاب مصري عنده موهبه ان ينضم لينا ويساعدنا في ان احنا نعمل حاجه كويسه لبلدنا. اللي يدور عليكم على 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 الفيسبوك يكتب ايه عشان يلاقيكم؟ فنيه مصريه. فنيه مصريه. بالظبط. تمام. كريستين، اخر كلمه بالنسبه لك تقولي لي، بما ان انت بقى المسؤول الاعلامي فانت مختصه يعني بشغلنا، فقولي لي ايه اللي انتم ممكن تبقوا محتاجينه اعلاميا، او ممكن يكون من وزاره الاعلام، من وزاره الثقافه في الجزء اللي يخصك. هو اعلاميا احنا يعني بنرجح ان هما الاعلام يجي يغطي اللي احنا بنعمله علشان كل الناس تعرف وناس كتير تنضم لنا، لان احنا من اهدافنا ان ناس تنضم لنا، اطفال ينضموا لنا، بحيث ان احنا نطلع الطاقه اللي جوه الشباب. مش شرط يكون بيعرف يرسم او لا، يعني هاوي عاوز يعمل حاجه، هو ده اللي احنا بندور عليه. جميل. واحنا بنضم صوتنا لصوتك وبنقول يا شباب اللي عاوز يعمل حاجه دلوقتي مفيش حد يقدر يمنعه بعد ثوره 25 يناير. احمد بيرو رئيس المبادره المصريه، وكريستين صفوت نائب رئيس المبادره المصريه والمنسق الاعلامي، بنشكركم ونتمنى لكم التوفيق ونتقابل بعد بقى انجازات جديده دي ان شاء الله. لا، مشاهدينا دي كانت فقرتنا. قبل ما نطلع للفصل وقبل ما نروح الفقرة اللي جاية، بنفكركم اللي فاتته الحلقة وعايز يشوفها أو ملحقش الفقرة وعايز يشوفها تاني، ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا www.youtube.com/user/نهارك سعيد، كلمة واحدة ومكان العين حرف رقم 3 بالإنجليش، أو يتواصل معنا على نهارك سعيد@twitter.com أو على الفيسبوك جروب بتاعنا نهارك سعيد. نشوفكم بعد الفاصل، تابعونا.